الضحية ديال حلقة اليوم هو الفنان الشعبي حميد المرضي اللي عيطنا ليه باش يغني في الحفلة ديال واحد البنت نجحت في البكالوريا. كنعرفوا أن حميد المرضي عنده قليب واحد، شاهدوا معنا اش غيوقع ليه. الجواده هادو عادي حتى حنا عندنا الجواده وما تلوى حتى واحد يطيحها. مالا انا كنعرف هادشي يا صاحبي. مالا ما الشعبيه. شوف اريح اريح اخويا. شوفي اختي سفينة. اش درتي ليها؟ لا ما درت لها والو. انا كنعرف هادشي سفينة. سفيني ماتت يمكن ماتت. نو ما ماتتش ماتت الله يهديك. اش درتي لمراتي؟ شتري ما كاين والو الحمد لله غطلو دابا. الله يا ربي كاين واحد الله يا ربي كاين غني وعيشة غنينا عيشة حنا شداك تغني شداك ماشي وهي قالت لك شداك تغني عيشة شداك خرجتي لي على مراتي اويلي سير عيط الامبيلونس اجري الله يا ربي اجري مراتي الله وتر انا كنغني انا مالي جات علقات قالت لي غني عائشه غني عائشه ولاش غنيتي عائشه كاع الناس كيغنيوا عائشه انا ما كنقول مراتي مريضه مرا كبيره الله يا سيدي الله يا ربي الله يا ربي شعيبيه شعيبيه اش درتي لها لا تنغني راه جات علقات لي 4000 ريال قالت لي غني لي عائشه غنيت عائشه حنا راه ديما كنغنيو عائشه وكاع الناس كيطيحوا وكينوضوا وهذه ما بغاش تنوض انا مالي داخل فيها هزوها اجي هزها اجاوات اجي هزها انت ولا سيف طيح لي المراه وغادي هربان قتلنا المراه وغادي انا راه اجي تغنيت
انا كنغني واخويا تشعل وغني وكيعرفني الكبير والصغير. ما تخرجش تفهم مع الحاج من تحت. عندك راسها عندك عندك شي اللي قاصينها. شكون هذا بعدا؟ شكون هذا؟ شكون هذا؟ حميد المردي. حميد المردي. حميد العسكري مغني شعبي حجمي الفنانه. الله يرضي اسيدي. راه الساكن راه في التاريخ، التاريخ ديال التراث ديال الاغنيه الشعبيه كاين عندك الساكن. الساكن راه ما كنغنيش انا، كيغنيو الفنانه كاملين. احنا سوقنا في اللي ساكن واللي ما ساكنش. شكون اللي طيح في مراتي؟ حرام عليك. ماشي انا اللي طيحتها. جلس اخويا جلس. هي تتحير تطيح. لا حبس. ملي شفتيها كتحير علاش كملتي؟ ها ومني شفتيها انت يا جايه طالبه عيشه وباغا تحير عليها قول ليها لا ما تعلقيش. انا ما كنتش. حنا كنأديو الواجب اللي علينا، كنجيو كنغنيو الطلبات ديال الجمهور. الله هي كطيح ولا كتحير هذاك الشيء تيبقى ديالها. الله يشافي الله يحفظك. كنتي تكيس عليها انت الشيء غادي تدخل في داك الشيء كنتي تحبس. سبحانه وتعالى خويا تفرني يا صاحبي. لا انت لا انا لا اي واحد. عجباتك بقيتي هي كتحير وانت عجباتك اصاحبي. وانا تنغني كل واحد تنعطيه حقه. عرفنا كتغني جيتي باش تغني. تغنينا ليه؟ هذا هو الغناء. كطيح وكتحير داك الشيء تيبقى ديالها. تحبس اصاحبي حبس. ويلي على الغناء. الغناء كطيح. حبس الشعر قسم من الموسيقى دور عند عباد الله. هادشي مافيش اخويا حبس ولا نقص. اسمح لي الله يرحمك. ضيعتي لنا الشيبانيه دابا اللي بغيتو نديروها نديروها. انا ما عنديش المشكل. البوليس جاي تعترف عندي البوليس جايين. حتى انا راه ماشي حتى انا راه فنان راه ديكلاري راسي كيعرفني الكبير والصغير وقانوني ما تعتقوش معاك شكون اللي كان. ما تعتقوش معايا انا قاتل. انا ندوي معاك كينيدي كينيدي خويا بلا الله يرحم الوالدين. لا باش تقول لي راه شي حاجه. شوف الا غدير شي حاجه ديرها، الا غدير شي حاجه ديرها. انا تنتسنى رد الفعل ديالك. انا غناخذ كلشي علينا في يدك. ما تنهش ليها بالخير اخويا. الله يرضي. شنو نديروا الحاج دابا؟ الله صافي سير عيط لومبيلونس، عيط للبوليس، دير اللي بغيتي دير. انا عارف راسي اش كندير تاني. الله وحده كتحير غادي حنا نبدلوا شي حاجه ديال الله سبحانه وتعالى. المرض راه كيسلطوا الله سبحانه وتعالى ماشي بيدي انا. السلام عليكم. عليكم السلام. شرفتي معنا. ورمضان مبارك سعيد والله يدخلوا عليكم بالصحه والعافيه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. وكرون بيزو مع حميد المردي. هذا كبر وتنساها. باقة من البرامج الرمضانية تمنحكم الفرجة. لازم تركز على واحد الإحساس غريزي عند كل الناس هو الخوف. إلى الأبد. المجتمعات الإنسانية نفسها مبنية غريزيا على العنف. واش الحياة السعيدة ماشي حياة بدون رغبة وبدون هدف؟ هذه الثروة اللي كتمكننا من استشهاد الماضي.